بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم. لازلنا في هذه السلسلة، سلسلة كيف أكتب تعبيرا كتابيا. هذا هو المقطع 17. قلنا في كل مقطع نذكر فوائد تنبيهات لم نذكرها من قبل، لذلك اللي حاب يستفاد استفادة كلية يراجع كامل الفيديوهات من العدد الأول إلى غاية هذا العدد 17. طيب، من الأشياء التي لا يتقنها كثير من التلاميذ، ومن الأشياء التي يسأل عنها كثير من التلاميذ في التعبير، هي علامة الترقيم. علامة الترقيم، علامة الترقيم، تلاميذ يسألون متى نضع فاصلة، متى نضع نقطة، متى نضع فاصلة بنقطة، متى نضع نقطتين، متى نضع نقطة أخيرة. المهم، علامة الترقيم كثير من الأطفال يخطئون فيها، لذلك نتكلم عليها، نبسطوها. علامات الترقيم، علامة الترقيم الأولى هي الفاصلة. الفاصلة، لاحظ متى أضع الفاصلة. الفاصلة، أولا أضع فاصلة لأفصل بين جملتين. أفصل بين جملتين، مثال نقول مثلا دخل المعلم القسمة، دخل المعلم، دخل المعلم القسمة، بعدها أقول استخرج التلاميذ الكتابة. مثلا الجملة الأولى تم المعنى خلاص منفصلة، والجملة الثانية منفصلة عنها في المعنى، إذن أفصل بينهما بفاصلة. هذه الحالة الأولى، من أين أضع الفاصلة؟ أضع الفاصلة لأفصل بين جملتين مستقلتين في المعنى. كان نقطة أخرى، أين أضع الفاصلة؟ أضع الفاصلة لما أحدد أركان ولا مكونات شيء ما. لما نقول مثلا أركان الصلاة ولا أركان الإسلام، أركان الإسلام نقطتين، الصلاة، الصيام، الحج. إذن بين كل واحدة أضع فاصلة. إذن أضع الفاصلة لأفصل بين مكونات ولا أركان شيء واحد، شيء واحد في المكونات تبعه ولا الأركان تبعه، أفصل بين كل ركن وركن بفاصلة. إذن الفاصلة عندها موضعان، أفصل بين جملتين مستقلتين في المعنى، وأفصل بين أركان ومكونات شيء واحد، أركان الإسلام مثلا. إذن هذه الفاصلة. طيب، علامة الترقيم الثانية هي الفاصلة مع النقطة، فاصلة منقوطة، فاصلة تحتها نقطة. متى أضع فاصلة وتحتها نقطة؟ أضع فاصلة تحتها نقطة لما تكون عندي جملة، لما تكون عندي جملة جواب لما قبلها، جملة جواب لما قبلها، جملة جواب لما قبلها. مثلا عندنا كلمة أراجع دروسي، أراجع دروسي لكي أنجح، لكي أنجح. طيب، جملة لكي أنجح هذه جواب، رأيت فسرنا الجملة اللي قبلها، جواب لما قبلها. إذن أضع فاصلة مع النقطة. إذن لما تكون عندي جملة جواب للجملة التي قبلها، أفصل بينهما بفاصلة مع النقطة. كان كثير من التلاميذ ما يفهمش متى تكون الجملة جواب لما قبلها. نعطيكم كلمة تكون دائما في اللغة العربية، هذه الكلمة تكون قبلها فاصلة مع النقطة. عندنا كلمة لأن، كلمة لأن دائما قبلها يجي فاصلة مع النقطة.
كلمة لكي، لكي، كلمة لكي قبلها دائما فاصلة مع النقطة، وكلمة حتى، حتى دائما يجي قبلها فاصلة مع النقطة. إذن ثلاث كلمات أعطيتهم لكم تجي قبلهم دائما فاصلة مع النقطة، لأن ولكي وحتى، هذا كامل في الفاصلة مع النقطة. طيب تبقى لنا علامة استفهام. علامة الاستفهام لما يكون سؤال في استفهام ولا سؤال، مثلا كم كان، كم كان، لماذا، لماذا، من الذي، من الذي تكلم. المهم يكون استفهام، يكون سؤال، سؤال عن شيء، مكان ولا زمن ولا شيء معدود ولا شخص. المهم استفهام في آخره دي علامة الاستفهام. التعجب في آخر الجملة إذا كان فيها تعجب، غالبا تعجب ما أجب، ما يبدأ بما، علامة التعجب. إذا استفهام وتعجب. طيب تبقى لنا النقطتان، النقطتان دائما بعد قال، قال، قال ولا ثم عقب قائلا، قائلا، نقطتين، ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقطتين، دائما بعد قال، يقول، قائلا، ندير نقطتين. طيب عندنا مطتين، هذو مطتين هكا، هذو نجيب نديرهم في مثلا احد من الصحابه ثم قلت رضي الله عنه، رضي الله عنه، انتبه هنا يا، بين مطتين، رضي الله صلى الله عليه وسلم نديرها بين مطتين، قال الله تعالى بين مطتين، صدق الله العظيم مثلا بين مطتين، هذه الأشياء اللي تكون جانبية مش داخلة في الموضوع، بين مطتين. طيب تبقى لنا النقطة، نقطة، نقطة معروفة في نهاية الفقرة، لما يكمل الفقرة الأولى اللي هي المقدمة يدير نقطة ويرجع للسطر، باش نفرقوا بين النقطة تاع نهاية الفقرة ونقطة أخرى. النقطة نهاية الفقرة نرجعوا للسطر، تنتهي الفقرة الأولى ندير نقطة، تنتهي الفقرة الثانية نقطة، وتنتهي الفقرة الثالثة نقطة. بارك الله فيكم. هذه أبرز، أبرز علامات الترقيم، كيف أضع علامة الترقيم، الترقيم في التعبير الكتابي. انتظرونا في الفيديو المقبل أو في العدد المقبل من كيف أكتب تعبيرا كتابيا. أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.